ينضم إلينا عبر الهاتف النائب السابق الدكتور هايل الدعجة. مساء الخير دكتور، وبعد التحية، يعني اليوم وقبل اليوم يقدم الشعب الأردني في مختلف المحافظات صورة تضامنية للأشقاء في فلسطين حيال ما يجري من عدوان غاشم على قطاع غزة، كيف تقرؤون المشهد؟ مساء الخير لكل السادة المشاهدين. نعم، هذا هو ديدن الشارع الأردني، دائما ما يقف إلى جانب الأشقاء في فلسطين، كحال الأردن كله الذي يتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها قضية أردنية استراتيجية. وما المسيرات حقيقة الاحتجاجية اليوم اللي هي تضامنا وتعبيرا دعينا نقول واحتجاجا حقيقة على ما يتعرض له الأشقاء في غزة من عدوان غاشم حقيقة وعنف وعدوان قد لا يكون غير مألوف حقيقة فيما نشهده حقيقة من جرائم تحدث هنا أو هناك. وبالتالي هذه الوقفة الاحتجاجية التي تعبر عن وقوف الشارع الأردني إلى جانب الأشقاء إنما يراد حقيقة الأمر أن يبعث من خلالها الأردن برسالة إلى كل الجهات المعنية، إلى المجتمع الدولي بدوله بمنظماته دوائر صنع قراره تتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية حيال ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من دعينا كل إبادة يعني حقيقة الأمر. وهذا لا يعقل أن يعاقب عقاب جميعنا الشعب الفلسطيني في ظل الآلة العسكرية الإسرائيلية التي حقيقة لا تميز بين شيخ وطفل وامرأة وما إلى ذلك. حقيقة جرائم حقيقة يندنها الجبين، وأنا أعتقد أن كل ذلك يتناقض مع ما تنادي به المنظمات الدولية من حقوق إنسان وقيم إنسانية، ونحن نراها تنتهك حقيقة في غزة من قبل هذا الكيان الإسرائيلي الغاصب. نعم دكتور هايل، ما المطلوب اليوم من أجل دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين عربيا وإقليميا باعتقادك؟ أنا باعتقادي الحل كنا متفقين عليه ودائما ما يؤكد عليه جلالة الملك، وهو الأخذ وتطبيق المرجعيات والقرارات الدولية. هذا ما يحدث الآن هو ترجمة حقيقة للتحذيرات والتي طالما حقيقة أطلقها جلالة الملك، ليس فقط لدول المنطقة وإنما للعالم. دعيني أقول دائما ما يقول أنه لا حل حقيقة ولا سلام ولا أمن ولا أمل في المنطقة، ولا يمكن حتى للكيان الإسرائيلي أن ينعم بالأمن والسلام إلا بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا شاملا على أساس حل الدولتين وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعلى حدود 4 حزيران 67. الحل هو القانون الدولي، المرجعيات الدولية، وأن ينهض حقيقة وأن ينتصر المجتمع الدولي حقيقة الأمر ولينتصر للقرارات اللي أنصفت الجانب الفلسطيني بدل الانحياز اللي احنا بنلاحظه من المجتمع الغربي تحديدا مع الظالم، مع الطرف الظالم، الطرف المجرم الذي يمارس أبشع الجرائم بحق شعب أعزل وبالتالي يستهدف الأطفال والشيوخ والنساء والمنازل والمدنيين بشكل عام. أنا أستغرب حقيقة أين هي المنظمات الدولية من هكذا جريمة، من هكذا إبادة جماعية وحرب ضد الإنسانية وضد يعني أخونا يعني حق. لا يعقل هذا الذي بالفعل يحدث في غزة. نعم بس دكتور، يعني هل تعتبرون أن المجتمع الدولي ما زال مقصرا أو حتى يعتبر منحازا للاحتلال الإسرائيلي برأيك؟ أنا ما هو الأدلة كثيرة بالنسبة لنا إنه دائما ما تضرب الكيان الإسرائيلي بقرارات دعنا نقول القرارات الدولية في عرض الحائط، هذا ليس بالجديد. هي الآن موجودة في أراضي محتلة، المجتمع الدولي يقر ويعترف بأنه لا سيادة إسرائيلية عليها حقيقة الأمر وأنه هذه أراضي محتلة، ومع ذلك يغض المجتمع الدولي دعنا نقول الطرف عما يحدثه هذا الكيان الإسرائيلي من انتهاك لميثاق الأمم المتحدة للقانون الدولي وبالتالي ويضرب بقراراته عرض الحائط. بينما المجتمع الدولي أنا باعتقادي آن الأوان حقيقة إلى أنه يعيد يعني أقول دعني أقول الثقة والمصداقية للعدالة الدولية، وهذا كلام أشار إليه جلالة الملك في خطابه الأخير في الجمعية العامة عندما قال كيف سيثق العالم بالعدالة دعيني أقول العالمية جراء ما يحدث من انتهاكات داخل إسرائيل من قبل الكيان الإسرائيلي، وأين هو التضامن الدولي حقيقة الذي سيعيد ويعطي مصداقية للعدالة الدولية ولا للقانون الدولي؟ بالتالي أنا مرة أخرى أقول طالما حذر جلالة الملك هذه الأجواء التي نشاهدها هي حقيقة لأننا حقيقة
لم نستمع كمجتمع دولي إلى صوت العقل والحكمة وما إلى ذلك كما يعبر عنه الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك. حقيقة الأمر أن المجتمع الدولي آن الأوان، وإن كنت أنا أرى أن هذه الأحداث الأخيرة خاصة ما قام به المقاومة الفلسطينية في ظل دعني مقاومة متطورة ونوعية، لعلي أقول أننا في القريب العاجل إن شاء الله سنجد ما ينادي به جلالة الملك، وهو إيجاد أفق سياسي بحيث نضمن قيام دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين. نعم، الدكتور هايل الدعاجة عضو مجلس النواب السابق كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لك.